في أحد المتاحف الباريسية العريقة ميزي غودان، قدمت المصممة الإيطالية ماريا غراتسا شوري التي عملت لسنوات عدة كمصممة لدار فالنتينو، قدمت مجموعتها الأولى لدار كريستيان ديور للربيع والصيف المقبلين للملابس الجاهزة، مجموعة استوحتها المصممة مما ترتدي المرأة من أزياء في عصرنا هذا. في الماضي كان هناك مصمم إيطالي لدار ديور، واليوم ها هي مصممة إيطالية أخرى تصمم المجموعة. نحن حقا فخورون بذلك في إيطاليا. استخدمت المصممة القطن والتيل والماي الذي شهد في بعض فساتين المجموعة، وكذلك الكريب والجورجيت الذي نسق مع القطن في بعض الفساتين البيضاء، كما شهدت السراويل والمعاطف الأنيقة والخفيفة المظهر في المجموعة، وكذلك الفساتين المطرزة بعناية في جزء كبير من المجموعة الربيعية والصيفية. مجموعة جميلة حقا، وكأن فتاة ارتدت من قطع أزياء والدتها ومزجتها مع قطعها الشبابية. تراوحت ألوان المجموعة بين الأبيض والبيج والأسود والأحمر، إلى جانب الفساتين التي حيكت من الستان والتي طبعت عليها زهور. أما الأكسسوارات فتشكلت من القبعات النسائية والحقائب والأحذية الصيفية. تعمل ماريا غراتسيا على حياكة قطع خفيفة في مجموعتها الأنثوية، واليوم جلبت تلك الأفكار إلى دار كريستيان ديور. استطاعت ماريا غراتسيا تشوري من خلال عرض مجموعتها الأولى لدار ديور أن تظهر بصمتها الإيطالية في التصميم لدار أزياء فرنسية راقية، أي دار كريستيان ديور. ليث بزاري، العربية، باريس.